مسائي مهبت بعطر زكي، ففاح شذاها بجمع بهي. نسائي خير وجود كنور، من البدر في الأرض زاه سليم. لمرضاة رب الورى سعيهم، وسنة أحمد خير مضي. بدعوة صدق مد ايديه وقال ايديكم مدوها صفوا القلوب، ناب الخير نهل عليكم، وفي التسامح مطلوب. نسكر في ابواب النيران ومتبسم فيا رضوان، ثمان ابواب انفتحن بيا. انا شهر التوبه رمضان، مبدايا رحمه وحنان، وفي النص يجيكم غفران، ومن نيران العتق عقابي رضاوة من عند المنان. ليتنا تكون عندنا عدادات على ألسنتنا وعلى قلوبنا وعلى خواطرنا وفي بيوتنا، تكثر حسناتنا وتقفل عن سيئاتنا. يا سعد من زاري نبي ورشانا، بالزاد والزوات ورزحلانا. وددت لو أني كنت ما بين جمعهم، وما ساء من بعد الأحبة حاليا، ولكن أقدار الكريم كرامة، ولطفك يا مولاي ما كان خافيا، كما قال قيس بن الملوح سابقا، وما أنشد الأشعار إلا بعطر زكي، ففاح شذاها بجمع بهي. نسائم خير وجود كنور، من البدر في الأرض زاه سليم. لمرضاة رب الورى سعيهم. عمل شعر بالأمازيغي أو حاجة ممكن؟ والله يعني حتى لو ما فهمناش، لكن أكيد تخاطب حتى في أمازيغي يتفرجوا عليك. يعني ما فيش باس إذا كان وجهت لهم كلمة بالأمازيغي وهنيتهم بشهر رمضان الكريم بالأمازيغي، يعني تكون حتى جميلة. رمضان ديس هزوم وديس تظلي ديس التسبيح ديس الاستغفار ديس تظلي تبني بالسلم. يعني بمناسبة يقز ديس القرآن، أنا لهاس القرآن، أنا لهاس الواجبات اللي ما ينغف الله اسم ربي. فقالوا صدوق لساني نعرفه يا رسول الله، فمن مخموم القلب؟ قال مخموم القلب القلب الذي ليس فيه حقد ولا حسد ولا غل. فقلت حمدا لمن علمنا الكتاب والفقه والحديث والآداب، ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى. شيخ محمود بارك الله فيك، ما هي أحب القصائد إليك التي نظمتها وتعتز بها إلى الآن؟ يعني أحبها إلى قلبي تغيرت ملامح المدينة، ما عادت المدينة المدينة، كانت لها أمانة فضيعت أمانها ولم تعد أمينة. يا ذكرياتي الصبا عودي لذاكراتي، فقد يجد إلى لقياهم أمل. وين هالإبداع هذا؟ وين يس؟ وين الأصوات الشجية؟ بدعوة صدق وفي شذو روح، بتغريد صوت عذوب شجيع.